برحب بكم مجددا، وبنبدا معكم اولى فقرتنا الحواريه وهي قراءه في صاحبه الجلاله واهم الموضوعات والعناوين التي طلعتنا بها الصحف المصريه الصادره صباح اليوم. يقرا معي هذه العناوين الاستاذ جمال العليمي نائب رئيس تحرير جريده المساء. يعني برحب بحضرتك استاذ جمال، واسمح لنا في البدايه ان نبدا من جريده الاهرام ومنها نطالع. افريقيا تدفع ثمنا غاليا بسبب تغيرات المناخ، السيسي والبشير يدشنان مرحله جديده في العلاقات المصريه السودانيه. استاذ جمال، لو تحدثنا في البدايه عن اهميه التعاون والتكامل بين دول القاره الافريقيه في ظل كثير من التحديات في الحقيقه، وفي ظل وجود بعض التكتلات ايضا التي تستغل الفرصه داخل الدول الافريقيه. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير استاذ محمد. اولا بس عايز يعني اناشد المصريين اليوم بالدعاء للمنتخب الوطني للقاء المصير اليوم مع بوركينا، واذا كان الشعب المصري عاجز انه يروح الجابون عشان يشجع المنتخب الوطني فليس عاجزا عن الدعاء له. احنا كلنا بندعي صراحه استاذ جمال، ان شاء الله يكون من نصيبنا الكاس ان شاء الله. يعني الحمد لله. نخش بقى في السؤال بتاع حضرتك اللي هو بتاع تغير المناخ. مؤتمر تغير المناخ بتاع اللي انعقد في الاتحاد الافريقي وحضر الرئيس السيسي، مؤتمر مهم جدا خاصة للشعوب الافريقية. رغم ان قارة افريقيا هي اقل مسؤولية عن هذا الضرر، الا انها اكثر القارات العالم ضررا بهذا تغير المناخ. انت عارف سيادتك تغير المناخ، عشان المشاهد برضك يبقى على علم، التكنولوجيا الحديثة اللي بتصدرها لنا أوروبا، التقنيات الآلات الحديثة، الأجهزة الكهربائية، احنا مناش يعني مش احنا مصنعينها، كل الآلات دي كلها وكل الأجهزة دي كلها بتطلع مادة بتتسبب في تغير المناخ. يعني ايه تغير المناخ؟ يعني ممكن نكون احنا في الشتاء يحصل فيه حر شديد جدا، وممكن نيجي في الصيف لا في مطرة، ففي تغير في المناخ. دول افريقيا لابد ان تستخدم التكنولوجيا الحديثه بتاعت اوروبا. احنا الميزانيه بتاعتنا مش هتفي بهذه الامور، فلازم يساعدونا. فهي الاتحاد الافريقي او الدول الافريقيه بتطالب اوروبا وبتطالب الدول المتقدمه في الصناعه انها تساعدنا، ما تجيش تنزلنا البحر وتمشينا شويه وبعد كده تسيبنا واحنا ما بنعرفش نعوم فهنغرق. فهم شايلين ايدهم من علينا خالص. فالمفروض هم الدول المتقدمه في الصناعه تساعدنا بالتكنولوجيا الحديثه بالتقنيه الحديثه لمواجهه هذه التغيرات. طب احنا لو في قصه تغير المناخ، احنا شفنا مؤخرا كان في مؤتمر في باريس، ومؤتمر باريس للمناخ، وكان هناك بعض الاتفاقيات لتقديم المساعدات وتفعيل بعض الامور ايضا اللي بتواجه تغير المناخ الموجود في دول افريقيا ودول العالم بشكل عام. لكن في الحقيقه يعني تبقى هذه الامور حبر على ورق كما يقولون، وكان هناك اتفاقيات مماثله ايضا ولم يتم تنفيذها على ارض الواقع. هل نذور في حلقه مفرغه في هذا الامر، ام ان هناك عدم وجود اراده دوليه حقيقيه لحسم هذا الموضوع؟ هو في عدم وجود إرادة دولية فعلا، بس مصر بقى بدأت تقود هذا الأمر أو هذه القضية. يعني الدول الأفريقية لا تستطيع بحسب إمكانياتها السياسية والثقافية إنها تقود، فمصر هي اللي بتقود برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله يكون في نتيجة، لأن توصيات هذا المؤتمر سيتم عرضها على مؤتمر تغير المناخ في فرنسا. طيب خلينا نروح لموضوع اخر والشق السياسي والعلاقات المصريه السودانيه، ويعني العنوان بيقول ان السيسي والبشير بيدشنان مرحله جديده في العلاقات المصريه السودانيه. يعني بالطبع هي علاقه امن قومي للبلدين وحدود مشتركه وغير ذلك من الامور. اهميه تدعيم هذه العلاقات وتعزيز التعاون مع السودان، وهناك امكانيات ايضا في مجال الزراعه يمكن استغلالها ونهر النيل الذي يربط بيننا وبينهم، يعني اهميه هذا الامر وتدعيم هذه العلاقات فيما بيننا في المرحله المقبله. اكبر فتره لتدعيم هذه العلاقات، لان احنا مصير واحد. اكبر فتره لتدعيم هذه العلاقات يقوم بها الرئيس السيسي منذ توليه المسؤوليه. ما فيش اي مناسبه عالميه او اقليميه او محليه الا ما بيجتمع بالرئيس البشير
وبيناقشوا مع بعض جميع المجالات، الاستفادة من جميع المجالات السياسية، التعاون في المجالات الأمنية، التعاون في المجالات الثقافية، التعاون في المجالات الزراعية. انت عارف ان السودان اكبر سوق للماشية في العالم كله. فليه احنا ما نستفدش من السودان؟ عندها اكبر ارض زراعية في العالم كله، ملايين الافدنة غير مستصلحة وغير مزروعة. طب ليه احنا ما نروحش ونزرع والانتاج ده يبقى لنا مثلا التلتين وللسودان التلت؟ وبالستر في افكار كتيرة، في محاور تنمية بيننا وبين السودان لتقليل المسافات في التجارة بيننا وبين أفريقيا، حيث ممكن أن تكون السودان هي البوابة، هي البوابة لنا لأفريقيا. ولسه في طريق تم افتتاحه بين مصر والسودان قريب من حوالي شهر. الطريق ده بيسهل التجارة، التنقل والتجارة الموجودة من لأفريقيا مش للسودان بس يعني. تم بحث كيفية التعاون في جميع المجالات، في الأمن الوطني، في الأمن القومي، في الأمن المخابراتي، في الثقافة، تبادل الثقافات بيننا وبين السودان. لا كان لقاء مثمر وإن شاء الله يكون خير بإذن الله. تمام، احنا نتكلم كمان يعني ليس السودان فحسب، لكن هناك ايضا علاقات لمصر مع الدول الافريقيه الاخرى، ووجود مصر بالفعل في بعض الدول وبعض المشروعات وبعض الاستثمارات اللي هي موجوده. اهميه القاره الافريقيه بالفعل وتوجه الدبلوماسيه المصريه في هذا الامر في المرحله الماضيه بالطبع. يعني اذا كانت مصر هي راس افريقيا، فافريقيا هي العمود الفقري. فما نقدرش نستغنى عن بعض. هي امكانياتهم بسيطه جدا. ليه احنا ما نساعدهمش في الـ في الـ في التقنيه؟ لكن ثرواتهم الطبيعيه كبيره جدا في الطبع. طبعا ويتم استغلالها من قبل بعض الدول الاخرى بطبع، وتستفيد هذه الامور بتذهب للخارج. اسرائيل وبعض الدول بدات تروح على هناك وكده. طبعا الفتره بتاعه العهد السابق الاسبق بتاع الرئيس مبارك ما كانش فيه زيارات لافريقيا. كان في اهمال وتجاهل لافريقيا لسبب ما بعد حادث اديس ابابا وكده. فالرئيس السيسي حمل على عاتقه منذ ان تولى المسؤوليه اعاده العلاقات الحميمه كما كانت ايام عبد الناصر. وفعلا كل يوم تلاقي رئيس دوله افريقيه موجود هنا، بعد شويه تلاقي الرئيس السيسي في دوله افريقيه او المساعدين بتوع الرئيس السيسي، رئيس الوزراء، مهندس ابراهيم محلب. يعني في تبادل، تفاعل وتبادل. بدات افريقيا تعود الى حضن مصر. تمام. طيب خلينا نروح لعنوان اخر ونطالع من جريده الاخبار، برنامج لترشيد الاستيراد ودعم التصنيع المحلي. الوزاريه للانتاج استثمار الطاقه الشمسيه في تشغيل الابار الجوفيه. يعني فكرة الاستيراد والمنتج المحلي، طبعا فكرة الاستيراد دي يمكن كانت سبب رئيسي من ضمن الأسباب لارتفاع أسعار العملة بطبع في ظل الضغط على أسعار العملة وقلة المنتج المحلي اللي هو موجود، فده بيدفعنا للاستيراد. في فجوة كبيرة جدا في الحقيقة بين الاستيراد والتصدير عندنا، إزاي احنا نقضي على هذه الفجوة؟ كيف نشجع المنتج المصري والمنتج المحلي في نهاية المطاف؟ ولا يتم الاعتماد بشكل رئيسي على معظم الأشياء المستوردة من الخارج؟ هو اللقاء ده كان بين رئيس الوزراء واللي هو محمد العصار وزير الانتاج الحرب. مصانع الانتاج الحرب في مصر هنا، انت عارف العربيه النقل الكبيره مثلا، عربيه نقل كبيره بتشيل مثلا 50 طن، انت بتشيلها ربع طن. مصانع الانتاج الحربي امكانياتها كبيره جدا. جدا. واحنا بدأنا نشوف السوق بالفعل يعني بيطرحوا منتجات دلوقتي، ثلاجات ويطلعوا حاجات كتير جدا. احنا ما نستغلش هذه المصانع. فاللقاء ده تم للاستفاده من امكانيات مصانع الانتاج الحربي في ايه بقى؟ في انشاء عربات المترو. بدل ما انت بتستوردها من فرنسا ومن دول اوروبا، طب ما تصنعها هنا. والقطر الجديد بتاع المترو اللي مصنعه الانتاج الحربي. اللي هو المخيف ده. القطارات. طب ما نخلي وزاره انتاج الحرب مصانع الانتاج بدل ما هي امكانياتها كبيره جدا وبتنتج حاجه بسيطه، طب ما تنتج العربيات القطار، القطارات، الالات الزراعيه،
بدل ما انت بتستوردها من بره، طب ما وزاره انتاج الحرب تصنعها. فهذا اللقاء تم لكي تقوم مصانع وزاره انتاج الحربي بمسؤوليتها وانتاج ما نستورده من الخارج. هنوفر عمله صعبه، هنشغل عماله، ومش هنحتاج له بره. تمام. هي كمان برضه استاذ جمال يعني الفكره كمان لا تقتصر على فكره مصانع الانتاج الحربي، بتمتد الى المصانع الاخرى اللي موجوده. احنا عندنا فعلا في مصانع ممكن نستغلها بشكل كويس، حتى مش شرط في مجالات متنوعه للحقيقه، لكن هذه المصانع ربما هي متعثره، لديها بعض المشاكل، لديها بعض المعوقات اللي هي موجوده يعني داخل، سواء في الاستثمار وغير ذلك من الاجراءات الروتينيه اللي هي موجوده. ازاي تبقى هي منظومه متكامله بالفعل اللي احنا نشغل مصانع الانتاج الحربي، المصانع اللي هي واقفه نشوف ازاي احنا بالفعل نزل لها العقبات اللي هي موجوده قدامها، بحيث لها تنتج ويكون في انتاج حقيقي موجود بيفيد الشارع المصري في النهايه؟ والله انا ارفع لك قبعه يعني احييك. فعلا المفروض يكون في تنسيق. اللي المصانع الحربيه ما تقدرش تعمله، المصانع الخاصه تقدر تعمله، والعكس. يبقى في تنسيق وتعاون بينهم، ونشغل المصانع دي، وممكن نسدد لها بعض من ديونها. ليه ما نعملش كده؟ لان في بعض المصانع في المدن الجديده توقفت وتم اعلان افلاسها، في الافات المصانع. فليه احنا ما نساعدش المصانع دي وتعود للتنميه مره اخرى لخدمه البلد يعني خدمه البلد. يعني انت يعني بتفيدنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، زي ما احنا بنشوف في البطاله هتلاقي في فرص عمل، العمله الصعبه هتلاقي هي موجوده ومتوفره، مش هيبقى في ارتفاع الاسعار حتى اللي هيبقى موجوده هتقل الى حد ما بشكل كبير جدا. في منظومه واليات وخطه بنمشي عليها، ما نشتغلش بشكل عشوائي. تمام. طيب خلينا نروح لموضوع اخر كمان، اللي هو استثمار الطاقه الشمسيه في تشغيل الابار الجوفيه. الهدف من الموضوع ده ايه، وازاي احنا بالفعل ممكن نستثمره؟ برضه يعني نفس الحكايه، اعود مره اخرى، الهدف من ذلك بدل ما احنا بنجيب شركات اجنبيه لانشاء الابار، المصانع الحربيه هي اللي هتقوم بهذه المهمه. تقوم بهذه المهمه وبامكانيات بسيطه اللي احنا نستغل الطاقه الشمسيه، والطاقه الشمسيه الحمد لله متوفره عندنا، اللي هتبقى باقل الامكانيات زي ما احنا بنقول يعني. بالظبط كده. فمصانع الانتاج الحربي هي اللي هتقوم بهذه المهمه بانشاء الابار الجوفيه في مشروع المليون ونص فدان. انه كانوا بيستعينوا ببعض الشركات الاجنبيه يعني. فده هتوفر طبعا عمل طيب. صعب يعني. خلينا نروح لموضوع اخر ونطالع من المصري اليوم. الزراعة حصاد القمح مرتين يهدد مستقبل المحصول، وتقرير رسمي تجربة الري غير علمية وتنهك التربة والسنابل العقيم. احنا كنا فرحنا صراحة، قلنا خلاص اللي احنا هيبقى عندنا انتاج مرتين من القمح، ونقلل من كمية الاستيراد في هذا المحصول الاستراتيجي بالطبع. لكن الزراعة لها رأي آخر، وفي تقرير رسمي بيقول ان العملية دي قد تكون مضرة ولها عواقب أكثر من نفعها في نهاية المطاف. شايف الموضوع ده ازاي حقيقة؟ وزارة الزراعة وزارة الري قرروا زراعة القمح مرتين في السنة. مركز البحوث الزراعية ده العقل بتاع مصر في الزراعة. المفكر يعني. فمركز البحوث الزراعية قال الكلام ده غلط، والكلام ده هراء وغير علمي، وده هيضر مش هينفع. ازاي هيضر مش هينفع؟ انت قال لك اما تزرع مرتين، محصول الفدان كان الاول لما تزرعه مره واحده في السنه محصول الفدان كان 18 اردب. في الحاله دي لو انت زرعت مرتين هيبقى محصول الفدان اقل من 7 اردب. اقل من 7 اردب. لان المره الثانيه هيبقى نسبة الرطوبة في الأرض 35%. المفروض نسبة الرطوبة لا تتعدى 12%. في هذه الحالة الأرض هتموت. وهتبقى عقيمة ومش هتطلع إنتاج. فلابد إن احنا نستجيب للمفكر بتاع الزراعة اللي هو مركز البحوث الزراعية، ونمشي وراه وننفذ تعليماته. بس هي برضه الفكره برضه يا استاذ جمال، طب ما احنا ممكن في جزء من الارض بيستغله لزراعته اول مره، والمره الثانيه يزرعها في مكان ثاني مثلا، او في اي حاجه زي كده، بحيث ان احنا نتلافى هذه المخاطر مثلا. ايوه، مكان ممكن البعض تاني يفكر بتفكير بس ده، بس ما يكونش في فصل مثلا، فصل معين تبقى نسبه الرطوبه في 35% مش هتنتج. ما هو المحصول القمح بيبقى له وقت معين. له وقت معين. تمام. مش اي وقت انك تزرع فيه.
وتم ما تقولش مرتين وهتشتغلنا ولا هيشتغلونا الناس دول ولا ايه؟ يعني هي على العموم هي ابحاث وهم ادرى هم اهل العلم ادرى بهذه الامور. نتكلم من تمام. خلينا نروح لموضوع اخر من جريده الجمهوريه والهيئه العليا للتنميه بدايه حقيقيه لمشكلات الصعيد. لو كلمنا عن الصعيد وتوجه الدولة الآن وشفنا ممكن كمان مؤتمر الشباب الأخير كان في أسوان ولفت الانتباه إلى محافظات الصعيد وفكرة التنمية بالفعل لاستماع إلى الآراء والرؤى المختلفة اللي موجودة في هذا الجزء الحيوي والمساحة المهمة بالفعل من أرض مصر. التوجه الآن من جانب الدولة لتنمية الصعيد يعني كيف تراه وأهميته ونتائجه على الاقتصاد وعلى المنطقة الصعيد عموما يعني وعلى الشارع بشكل عام؟ هو الرئيس يعني رمى القرى في ملعب أهل الصعيد، عمل أنشأ هيئة تنمية الصعيد، دي أهم حاجة، دي الأساس الصح بتاع التنمية. لأول مرة إن رئيس دولة يحط أساس صح تنمية في الصعيد. كان الأول يقول لك يعلن عن خطة وما فيش حاجة بتتعمل، محتاج الفلوس بتاع الخطة يحطها في حتة تانية في القاهرة وما أعرفش في الجيزة كده يعني. فالهيئة دي هي الأساس الجيد جدا للتنمية في الصعيد، وزي ما بقول لسيادتك هو رمى الكرة في ملعب أهل الصعيد، هم اللي هينشئوا الهيئة دي بشبابها برجالها بنسائها، هم اللي عارفين مشاكلهم إيه، هم اللي عارفين هنا يبقى في محطة صرف صحة ولا لأ، هنا يبقى في محطة مية ولا لأ، هم اللي هيقولوا. وقام حاطط لهم 5 مليار جنيه اعتمد 5 مليار جنيه اشتغلوا بقى. عايزين تاني اعتمد لكم تاني. فطبعا بعد هذه الزياره بتاعت الرئيس هناك في اسوان الصعيد بقى سعيد. فعلا هم حسوا بكده وبدا هيشكلوا اللجان بتاعت الهيئه، وتبقى ان شاء الله هتبقى من الشباب ومن النساء وهتضم كل فئات المجتمع هناك. يعني هي تبقى في تغير نوعي بالفعل موجود في هذه المنطقه اللي هم محتاجين وهيتم توفيره للاستثمار. انت صاحب البيت، انت عارف بيتك عايز ايه. مش كده، هم كمان عندهم استثمارات موجوده، عندهم مصانع موجوده زي مصانع السكر وغيرها من الامور بالزبط. وعندهم زراعات برضه يتميزوا بيها وحاجات كتير جدا يمكن استثمارها، والاراضي كمان نفسها اللي هي موجوده هناك الدوله اللي هي الاراضي الصناعيه مجانا لاي مستثمر بدون مليم، بس تعال اشتغل طيب خلينا نروح لعنوان آخر من جريدة الوطن ومنها نطالع أولياء الأمور يطلقون حملة ضد جشع وفساد المدارس الخاصة. طبعا كلنا بنشتكي من المدارس الخاصة طبعًا. للأسف الشديد طبعًا. ومنظومة التعليم بشكل عام عموما يعني أصبح لا هناك لا فرق بين مدارس تجريبية ولا دولية ولا خاصة، هناك مشاكل ومشكلات بالفعل سواء من الناحية المادية سواء من الناحية التعليمية، يعني مشكلة بالفعل لابد من إعادة النظر فيها وحلها بشكل كبير في المرحلة اللي جاية. تعامل الدولة مع هذا الأمر، وربما هناك المدارس الخاصة تتصرف بحسب أهوائها ودون الالتفات لقوانين وغير ذلك من الأمور، إزاي إحنا بالفعل نحط خريطة تلتزم بها هذه المدارس الخاصة من ناحية تعليمية، من ناحية يكون في رقابة عليها بشكل أوسع وشكل أكبر، من ناحية المادية وهذا الاستغلال في بعض الأحيان من جانب أي أصحاب هذه المدارس؟ أحييك يا أستاذ محمد، والله المدارس الخاصة دولة جوه دولة للأسف، يعني لو مدرسة فرنسية بتطبق الشعار الفرنساوي الفهم والفكر الفرنساوي في يعني مثلا في الطابور ما فيش النشيد الوطني، المفروض النشيد الوطني يتقال في اي مدرسه ما دام على ارض مصر، لازم النشيد الوطني يتقال. معظم المدارس ما بتقولش النشيد الوطني من ناحيه المصاريف زي ما هم عايزين، ما فيش رقابه من الدولة من وزارة التربية والتعليم. أنا مستغرب ومندهش ليه وزارة التربية والتعليم شايلة إيدها من على المدارس الخاصة. هل لمصالح ما؟ في مصالح شخصية بتتم أكيد طبعا، في فساد بيتم أكيد طبعا. فالحملة دي هترجع إن شاء الله الأمور إلى نصابها نوعا ما، أو إنذار للمدارس الخاصة، يعتبر إنذار أو تهديد للمدارس الخاصة بالتوازي مع اهتمام الدولة بمتابعة هذه المدارس، ما تشيلش ايدها من عليها. لأن في تجاوزات خطيرة جدا ومخالفات خطيرة جدا بتتم داخل المدارس الخاصة.
ضد الامن الوطني. تمام. هي المشكله كمان بقت يعني انت لو جيت بصيت لها كمان يا استاذ جمال هتلاقي هي قصه بقت ربح اكتر منها تعليم. للاسف الشديد المال اهم من التعليم دلوقتي. بالزبط. كله بيهدف الى الربح والفلوس والمقابل المادي اكتر من اي حاجه. تلاقي ابسط الحاجات في استغلال لابسط الحاجات حتى كمان سواء لوسائل التنقل سواء للمصروفات المدرسيه وغير ذلك من الامور بالفعل. بالزبط. وزاره التربيه والتعليم المفترض مش ليها رقابه على الكلام ده كله؟ لا بتخضع ليها، بتبقى هي بتعمل قوانين بالفعل وبتقوم بمجهود في الحقيقه وبتبقى فكره الرقابه، بس هل هي ده بالقدر الكافي اللي احنا نضع حد لمثل هذه التجاوزات في المرحله المقبله؟ والله انا اناشد الدوله واناشد الرئيس السيسي ان يكون الرقابه والمتابعه. معلش احنا بنتعبهم شويه من هيئه الرقابه الاداريه. هيئه الرقابه الاداريه هي تتولى ايضا هذا. مش هينفع غير كده. هتقول لي بقى الموظفين اللي في الوزاره وفي مصالح شخصيه والكلام ده وتحت الترابيزه والحاجات دي كلها بيتم. هنجيب هيئه مستقله بقى هي تتولى الموضوع كده. هي دي اختصاصاتها برضه الهيئه الاداريه. احنا تعبينهم الصراحه يعني في كل المشروعات هم متواجدين فيها وبيراقبوها وبيتابعوها. خلاص من ضمن المشروعات بقى المسؤوليات يبقى المدارس الخاصه تبقى خاضعة لرغبه الله. طيب خلينا نروح لموضوعنا الاخير ونطلع من جريده الاهرام ورئيس مجلس النواب امام المؤتمر الدولي لمكافحه الارهاب. لابد من وضع تعريف دولي للارهاب لمحاصرته. للاسف الشديد في ظل ما نشهده بالفعل من انتشار للجماعات الارهابيه والمنظمات الارهابيه وكان هناك مؤتمرات وندوات وحتى الان لم يتم اتفاقها حتى على تعريف للارهاب ولا حتى محاربه بعض الجماعات الارهابيه في ظل وجود بعض النجاحات وتكاتف والتحالفات الدوليه وحتى الان برضه لا نجد التقدم الملموس. هل هذه التحالفات او هذه المنظمات الارهابيه اقوى من الدول اقوى من هذه التحالفات ام ماذا يدور على الارض فعلا يا استاذ جمال؟ فعلا اصل الارهاب مفهومه او تعريفه متغير عندنا هنا وفي اوروبا. يعني لو مسلم فجر قنبله في فرنسا هيقول لك حادثه ارهابيه. وفعلا حادثه ارهابيه. لو مواطن فرنسا هو اللي عمل كده هيقول لك ده مختل عقليا. او لو في حادثه ارهابيه حصلت في مصر هنا زي ما بيحصل كل يوم في سيناء وكده يقول لك وجهات نظر. بعض الدول تقول لك ده وجهات نظر. ده ناس بتطالب مثلا بكذا. لو حصل الكلام ده عندهم يبقى حادث ارهابي كبير والدين هتنقلب كلها. تلاقي مثلا لو حادث ارهابي حصل في بروكسل او في فرنسا او في المانيا العالم كله بيتكلم عليها. كل يوم يحصل حادث ارهابي هنا ولا حد عارف حاجه ولا حد شايف حاجه. ويتعمدوا ان هم مش شايفين حاجه. فلازم يكون فعلا تعريف الارهاب تعريف موحد بين جميع دول العالم. ومصر بتسعى لكده وبح صوتها ان يتعمل مؤتمر دولي للارهاب وللاسف لم يستجب العالم لهذا النداء المصري. وعلى أي حال هو الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية الذين له ولا وطن أصبح يهدد الجميع. البعض يصمت عنه والبعض يرعاه لكنه أصبح يهدده في نهاية المطاف. أنا بشكرك أستاذ جمال العليمي رئيس تحرير جريدة المساء على هذه الرؤية. نائب رئيس تحرير جريدة المساء عفوا يعني لحضرتك وإن شاء الله تبقى رئيس تحرير إن شاء الله المجال إن شاء الله يعني بشرى منبئة يعني إن شاء الله يا فندم. بشكر حضرتك. شكرا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة لكن فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل وهذه المحطة الرياضية إليه.